خلينا نشوف نموذج ناجح نعرف منه اسباب النجاح ونعرف منه ايضا اسباب الاخفاق في المشاريع الاخرى. معنا نموذج من احد الشباب المصري اللي اتخرج حديثا، اتخرج سنه 2017. الشاب ده قرر انه يعمل منصه اطلق عليها تطبيق او بي ام. طالب من المنصه دي بيقدم خدماته لخريجي الثانويه العامه علشان يساعدهم في اختيار التخصص الجامعي المناسب ليهم وعشان يساعدهم في تحديد مستقبلهم المهني. خلينا نرحب بعمر البربري مؤسس منصه او بي ام اللي بينضم الينا عبر تطبيق زوم في صباح الخير يا مصر. اهلا بيك يا عمر. اهلا بيك يا فندم، صباح الخير عليك وعلى حضراتكم، وصباح الخير على الساده المشاهدين، وانا مبسوط ان انا موجود مع حضراتكم النهارده. او بي ام منصه نقدر نقول ان هي بتقدم خدمتها لطلبه الثانويه العامه بدون مقابل مادي، هل هي تندرج تحت فئه المنصات رياده الاعمال الخيريه او الاجتماعيه؟ لا، او بي ام تندرج الى المنصات الهادفه للربح. بنشتغل من فتره كبيره مع طلاب المرحله ما قبل الجامعيه بصوره عامه، ولكن في الاول والاخر الربح دايما ما بيبقاش فقط من الطالب او مش الطالب، لان الطالب بيبقى عليه اوفرلود معين، بيبقى من المؤسسات الثانيه اللي بتكون موجوده، الجامعات والمدارس وما الى ذلك، اللي بترغب بيه ان هي تعمل سيرفيس معينه للطلاب بشكل عام. حاليا احنا اطلقنا تطبيق طالب من اسبوعين وقدر ان هو يحصل على اكثر من 150 الف مستخدم في خلال اسبوعين فقط، وده طبعا حاجه تدل على ان في نيد موجوده في السوق للحته اللي احنا بنعملها. طيب لما نيجي نتكلم عن الاقبال على المنصه او على الاقبال على او بي ام، وبعد لما اطلقت تطبيق طالب، قول لي بقى الاقبال عامل ازاي؟ الشباب داخله بتعمل ايه؟ بتوجه لهم النصح ازاي؟ احكي لي بقى القصه كلها. الحقيقه يا فندم ان احنا كنا من 2014 لما او 2013 لما كنا لسه طلبه في مرحله ما قبل الجامعيه، اللي هي احنا كنا لسه في ثانويه عامه زي ما بيقولوا، انا وبعض من زمايلي اللي هو طب يا جماعه طب احنا عايزين نروح نخش الجامعه، طب عايزين نعرف ايه الفرق بين الكليات المختلفه، طب عايزين نعرف ايه، هل الكليه اللي احنا هنخشها دي ليها كارير ولا لا، وبدانا نسمع بقى عن التقارير اللي بتقول ان خريجين الهندسه والطب بيخرجوا بالالافات، فالجوب نيد بتاعتهم قليله في الماركت سواء في مصر كمان او حتى بره مصر. وبالفعل ان احنا قدرنا ان احنا نعمل في الاول خالص ايفنت كده صغير للطلاب، 1000 طالب، السنه اللي بعدها 2000 طالب، السنه اللي بعدها 4000 طالب. حاليا احنا بنعمل تو اوف ذا بيجست ايفنت في المينا ريجن، الحمد لله احنا كل سنه بيحضر لنا بس اوف لاين 14000 طالب في تو ايفنتس بتوعنا، سواء اكسبلور اكس او بي واي اف، خصوصا بقى ان احنا كمان بنعمل بعض من البرامج اللي بنقدمها للمدارس اللي موجوده. المدارس بتبقى بتحصل على دي از فيتشرز يقدموها للطلبه واولياء الامور، وبجانب التعاونات اللي بتتم بقى مع الكوربريتس اللي موجودين جوه مصر عشان نقدر نقدم سبيسيفيك بروجرامز معينه. مره بنعمل حاجات ديزاين ثينكينج، مره بنعمل انتدكشن للكلاود كومبيوتنج، انتدكشن للولاد ان هم يدخلوا التكنولوجيز. الولاد دول او جمهورك المستهدف هو مين؟ يعني انا عارفه ان بدايه انتوا كنتوا بتكلموا الشباب في الهاي سكول او في الثانوي، انا عارفه انكم طورتوا ووصلتوا دلوقتي للاعدادي كمان. بالظبط، نزلنا بالفعل الى ثانيه وثالثه اعدادي. احنا مش حابين ان احنا نطلع بالسن الفوق للامانه، لان هو الجامعه في اوقات كتير الجامعات بتقوم بدور المنتور، وان هي فعلا في جامعات حاليا بدات ان هي حتى الجامعات الحكوميه بتعمل الكارير سنتر والانوفيشن سنترز اللي موجوده جوه الجامعات، فعلا بتقدم فاليوز كويسه للولاد. بس احنا الازمه دايما بتبقى جايه من المراحل المبكره، ان الطالب عندنا لازم يتم اعداده من بدري قوي، ان انا مش عايز اطلع اخش طب، مش عايز اطلع الطلبه كلهم تيجي تساليهم اللي في تاني اعدادي واللي في ثالثه اعدادي بتقدم له ايه؟ هو لسه مش في مرحله الاختيار، ولا هو المفروض من دلوقتي يبتدي يكون حاطط لنفسه خطه ويبتدي يمشي عليها؟ بالفعل يا فندم النهارده الطلبه لحد خمسه وسته ابتدائي بيتكلموا في الكارير، وبيتكلموا انا الكارير انا عايز اطلع دكتور وعايز اطلع مهندس وعايز اطلع
ديفلوبر وما الى ذلك. العقليات بتاع الطلبه اتطورت بشكل كبير جدا. كل فئه عمريه ليها كونتنت معين. يعني على سبيل المثال على تطبيق طالب هتلاقي كونتنت يقول للطلبه يختاروا علمي ولا ادبي، وبناء على ايه يختار علمي ولا ادبي. طب ازاي اعلي السكيل بتاعت اللانجوج بتاعتي من وانا في سن صغير. فكل ده على سبيل المثال يعني. طب ادخل مدرسه النهارده، مصر بتشهد على فكره تطور كبير جدا في انواع المدارس بعيدا عن الثانويه العامه التراديشنال اللي كلنا عارفينها. بقى في بعض المدارس التكنولوجيه اللي موجوده واهتموا جدا بخريجينهم وما الى ذلك، فبقى عندك كذا نوع من المدارس. فانا دوري ان انا مش بس ان انا اتربح، انا دوري ان انا اعمل اويرنس في الحته دي. صحيح. طب انا لو عايز اسالك بصفتك رائد اعمال وعملت منصه ربما كسبت سريعا او نامت سريعا، واحنا بنتكلم النهارده عن رياده الاعمال، في اخفاقات كتير جدا بتحصل في سوق رواد الاعمال وفي ايضا نجاحات، بصفتك احد النماذج اللي نقدر نقول عليها يعني انت واحد من ابناء هذا المجال، ايه هي اسباب النجاح وايه هي اسباب الاخفاق؟ خليني اسبق يعني ابدا مع حضرتك باسباب الاخفاق من وجهه نظري، ويمكن الدكتور يشاركني في الموضوع ده. ان بكل بساطه احنا صدر لنا في 2020 و2021 هو ان رواد الاعمال انت تجري وتروح تجيب استثمار 100,000 دولار ومليون دولار وما الى ذلك على الستارت اب بتاعتك. فبدا الناس ما بتهتمش بالبرودكت، ما بتهتمش اصلا ان البرودكت ده هل هو اصلا ريليفنت للطالب ولا لا. ده لو انا بتكلم على طالب، هل هو بالنسبه للكونسيومر للكلاينت ولا لا. فبدات الناس تهتم بالاستثمار اكتر بكتير من اللي انا بقدمه ايه بقى. فحتى ده كان سبب فشل العديد من الشركات اللي كلنا بدون ذكر اسماء كنا نسمع عنها، ان هو النهارده الراجل راح عشم انفسترز وعشم مستثمرين كتير، وفي الاخر البرودكت نفسه ما جواهوش حاجه، البرودكت فاضي. فده اللي بقى اللي بيضر الريبيتيشن بتاعتنا احنا بره كايجيبشن ايكو سيستم في الستارت اب بشكل عام، او حتى كمان على مستوى المين ريجين. ده واحده من اسباب الاخفاق اللي انا بعتبرها بنسبه 70% واحده من اسباب الاخفاق المهمه، وان الناس برضو ستيل بيهتموا شويه بالشكل. طب الجوهر بتاع البرودكت، طب هل فعلا البرودكت ده بيبريدج جاب، هل البرودكت ده بيفل بروبلم مختلفه. لان زي ما حضرتك قلت يا فندم في بدايه صحيح. الحلقه صحيح. كل الناس بتفتكر ان هو الفكره بتاعته هي اللي هتغير العالم. صحيح صحيح. فلازم نوظفها بشكل معين للكونسيومر. علشان كده دايما بنقول العلم ثم العلم، علشان كده بنقول طبعا للشباب ان هم يروحوا للجامعات. بنشكرك يا استاذ عمر، استاذ عمر البربري احد رواد الاعمال ومؤسس منصة او بي ام. ربما اتكلم معنا منا عن الموضوع ده وقال لنا اسباب النجاح وقال لنا ايضا اسباب الفشل. اكيد.